نقطة مهمة كابتن محمد، انه الارقام فعلا بقت مبالغ فيها، وانا عارف ان السؤال ده مكرر والسؤال ده كل شوية بنقوله، بس هو فعلا النجم او اللاعب الكبير بقى بيتساوي بالفلوس. يعني لو اللاعب ده بياخد 20 30 مليون يبقى نجم، خلاص ده بقى نجم وبقى لعيب كبير. طب انت بقى بتعمل ايه بالفلوس او الرقم ده بيساوي ايه بشغلك في الملعب؟ يعني مثلا لما يقول لك ايه كيليان مبابي مثلا يساوي 200 مليون يورو، مفهوم، رقم ضخم وكبير بس مفهوم. لما تيجي تقول لي مثلا هالاند هيروح مانشستر سيتي 150 مليون يورو، هقول لك ماشي مفهوم، عشان هو عنده اللي يشفع له ويخليه كمان مؤثر وياخد الارقام دي، حتى لو ارقام برضه كبيره عالميا يعني. بس احنا بندفع ارقام كبيره قوي، المقابل بتاعها ما بنشوفوش في الملعب. احنا بندفع مبالغ كبيره قوي في بعض الدوريات في بلجيكا وفي النمسا وسويسرا وهولندا، احنا بناخد اكتر منهم. حتى يعني في لعيبه في انجلترا في السكند ديفيجن في الدرجه الثانيه احنا بناخد فلوس اكتر منهم. بص يا كريم، انا مش ضد ان اللعيب ياخد فلوس، صح. بالعكس، انا اللعيب من حقه ان هو يامن مستقبله، من حقه ان هو ياخد 50 مليون كمان. 50 مليون بس بيبقى في اسس ومعايير ان انت تاخد الفلوس عليها، صح. دي يعني مثلا انت لو لعيب محور مثلا زي طارق، يعني مش عايزين برضو نتكلم نقول لا، نتكلم منتهى الامانه، طارق حامد مثلا عايز يجدد فعرضوا عليه مبلغ، انت عارف لعيب كل ما بيكبر في السن كل ما القيمه السوقيه بتقل. يعني طبعا. انت عارف يعني رونالدو في مدريد او في يونايتد مش رونالدو ليوفنتوس، القيمه التسويقيه بتاعته مش رونالدو لما راح يونايتد مدريد يونايتد يوفنتوس ومانشستر بالظبط. يعني فانا مش ضد اللعيب، بس ايه المقاييس اللي انت تبني عليها ان انا اخد فلوس؟ هل انت راجل مثلا كلاعب ستة او لعيب تمانية مثلا، هل انت بتشوط برجلك يعني انت عملت ايه في الموسم ده او في الثلاث مواسم اللي فاتت؟ خدت كام افريقيا، خدت كام دوري، خدت كام كاس، انت بتعمل عملت كام اسيست؟ انت عارف كل الحاجات دي لما بتيجي تجدد مع لعيبه بيبقى في معايير واسس وناس قاعده بره بتحسب وناس قاعده في الجهاز معاك، واحد ستاتستكس واحد سكاوتي واحد معاك الراجل بتاع التحليل شغال معاك 3-4 سنين، فبيقعد مع الاداره او المدير الرياضي بيقعد مع النادي بيقول لهم، اللي هو متمثل دلوقتي في امير مرتضى، فبيقعد معاه بيقول له انت عملت في الثلاث سنين اللي فاتوا دول كام جون، عملت كام اسيست، عملت يعني الموضوع معقد. لكن احنا عندنا هنا في مصر انا عايز 20 مليون، عايز 30 مليون. الاول كان يقول لك ايه الاهلي، ده اللعيب ده راح الاهلي، فدايما القيمه بتزيد. اللعيب من الاهلي يقول لك ده الزمالك عايزه، فالقيمه بتزيد. لكن دلوقتي لازم عشان اجدد مع لعيب لازم انا اعرف هو عنده كام سنه، هيديني الكام سنه اللي فاتت، الكام سنه اللي جايين دول، هل هو مثلا راجل ستة ده او تمانية، هل هو بيشوط بيمينه، هل هو بيشوط بشماله، هل بيلعب بدماغه، هل مثلا بيلعب يعني انا برضو هنا اللعيبه برضو ستة وتمانية واللعيبه اللي بتلعب في نص الملعب، انا ما بشوفش حد يا كريم برضو ان هو بيلعب بين خطوط بيعمل اسيستات كتير، لا. انا يعني كل اللي بشوفه ان هم بيلعبوا لورا كتير، بيلعبوا على الجناب، يعني مش عايز اخش في الموضوع ده بالعكس في موضوع فني، لكن لا، خد فلوس كتير وكل حاجه، بس لازم يكون عند الاداره، ودي لازم برضو كريم يعني الرابطه زي ما هي شغاله كويس وعملت كاس بشكل كويس وعملت اعداد كويس جدا في الكاس اللي كانوا عاملينه، واللي هو لسه بعد كده المرحله اللي جايه هتشغلوا فيها، لازم رؤساء الانديه او لازم الناس اللي قاعده تقعد مع الرابطه ولازم يحددوا المعايير دي ولازم يشوفوا المبالغ دي اللي بتدفع ديت، لان انا شايف بصراحه يعني اوفر جدا، اوفر بجد 40 مليون و50 مليون. هو هل ده المفروض يحصل بقرار اعلى؟ يعني لازم الرابطه او اتحاد الكوره هم اللي ياخدوا القرار ده، ولا ده يبقى قرار من نادي؟ يعني النادي مثلا يقول لك ايه، لا انا السقف بتاعي في الارقام كذا، فالنادي اللي جنبه هيعمل سقف زيه، فالنادي اللي بعده هيعمل سقف زيه، لكن لو في اي نادي ساب السقف مفتوح ما هو كله هيحاول يعلى عشان يعرف ياخد لعيبه كويسه من النادي انت. لكن هي انا هو مش في العالم ما بيحصلش كده في العالم، هو سوق مفتوح، مانشستر سيتي هيروح يدفع فلوس كتيره جدا، مانشستر يونايتد هيدفع فلوس كتيره جدا، ممكن ارسنال ما يقدرش، يعني هو سوق مفتوح، بس المهم انت تعرف تكنترول على نفسك. ما هو الكنترول للاسف في بعض الادارات بتاثر، انت عارف لعيبه دلوقتي برضو اللعيبه بقت اذكياء، يعني احنا ما كانش في ميديا ايامنا ولا وكلاء، يعني قليل جدا لما تلاقي في لعيب عنده وكيل يعني. فتلاقي في، خلي بالك دلوقتي لعيب عنده 2-3 في الميديا ماسكين له صفحته، شغالين الله ينور على ده، جاي له عرض في السعوديه، جاي له عرض في الامارات، جاي له عرض، فانت طبعا قدام جماهير كبيره عايزه اللعيب دوت، لعيب مهم، وعايزين نتفق ان طارق من اللعيبه المهمه جدا في نادي الزمالك وفي منتخب مصر الفتره، وادى كتير لنادي الزمالك، بس
مش هي دي المعايير برضو، مش هي دي المعايير اللي انا اسمع ان طارق جاي له عرض في السعوديه فازود 5 مليون او 5 ويبقى 25 بدل 30، يعني مش هي دي المعايير. المعايير الملعب، معايير المدير الفني الجديد اللي جاي، المعايير المدير الرياضي اللي المفروض هو متعين علشان ينظم الامور دي. فاعتقد والجماهير يا كريم برضو عايز اقول لك حاجه، كريم زي ما بتعلي الفريق بتعلي النجم ممكن في ثانيه تجيبك 7 ارض. وشفنا في ميسي، يعني شفت جماهير باريس سان جيرمان عملت ايه في ميسي طبعا. يعني انت تتخيل ان ميسي احسن لعيب في العالم وهو يعتبر دلوقتي هو كريستيانو لازالوا هم افضل اثنين لعيبه في العالم، مع بيه مثلا، مع كريم بنزيما في الحاله اللي متواجده، مع محمد صلاح طبعا. لا يعني محمد صلاح في ليفربول حاجه ثانيه، بكلمك في اثنين قعدوا 15 سنه اللي فاتوا دول هم نجوم كره عالميه طبعا. دخل كريم بنزيما شويه، دخل بيه شويه، ولكن انت هل تتخيل الجماهير بتصفر على ميسي وفي بعض الاعلاميين هناك بقوا يهاجموه بقوا؟ لا يعني الموضوع الجماهير، محدش راهن على الجماهير، لان الجماهير ولا الاول والاخير للنادي، مش للعيب يعني.